بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. الشقة بتاعت النهاردة يا جماعة كلها في الدور، يعني الدور كله بتاعك. عندك هنا الباب اللي على اليمين ده والباب اللي على الشمال ده، الاثنين بتوعك. يلا نبدأ نخش كده الأول وأوري لحضراتكم التفاصيل كلها من جوه. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما ندخل هنقول بسم الله ما شاء الله. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 150 متر تحت العجز والزيادة. الشقة في الدور كامل، الدور الثالث. هنا كده على اليمين بيجي لنا ريسبشن اربع قطع حرف يو، هنخش نشوفه دلوقتي، بس الاول هنشوف عداد الكهرباء. ده هنا كده يا جماعه عداد الكهرباء اهو، عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت. الشقه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه. تعالوا بقى نخش نشوف الريسبشن. ريسبشن يا جماعه على شكل حرف يو، ده كده ريسبشن اهو. اللي هناك دي قطعة، واللي في النص اللي فيها التلفزيون دي قطعة، واللي هنا دي قطعة، وهنا كمان القطعة الرابعة. ده كده ريسبشن اهو، وطبعا في معانا بلكونة. تعالوا نشوف البلكونة الاول وبعد كده نرجع نكمل باقي الشقة. دي كده البلكونة اهي يا جماعة، بتبص على الشارع 8 متر. هوري لحضراتكم برضو ده الشارع اهو، شارع 8 متر. نرجع بقى كده تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده ماشي يا جماعة، يعتبر الجزء الثالث او القطعة الثالثة بتاعت الريسبشن. برضو بتبص هنا على الشارع، نفس الشارع 8 متر من الشباك ده، هنا كده في شباك، وهنا كده القطعة الرابعة من الريسبشن. دي طالعة بمستوى تاني كده زي ما حضراتكم شايفين، وبرضو بتبص على الشارع من على الشباك ده. ده كده برضو الشباك بيبص على الشارع. يبقى ده كده الريسبشن بتاعنا. بعد كده هنا يا جماعة بيجي لنا نخش على الجزء اللي هو الاولاني او البارتيشن الاولاني من الشقة. ده هنا كده الباب يا جماعة التاني بتاع الشقة. لو تلاحظوا لما بدأنا من بره كان في بابين شقة، ده كده الباب اللي هو اللي كان على اليمين. تعالوا بقى نخش نشوف البارتيشن ده معانا فيه ايه، وبعد كده نرجع نشوف البارتيشن للناحية التانية. هنا كده بتجي لنا طرقة التوزيع دي، وبتجيلنا هنا الغرفة الأولى. الشقة ثلاث غرف وريسبشن أربع قطع ومطبخ واتنين حمام. دي كده يا جماعة الغرفة الأولى أهي. طبعا احنا لو قلنا بالنسبة لتشطيب الشقة هنقول إن هي محتاجة وش نظافة، كل اللي هي محتاجاه وش دهان فقط لا غير. دي كده الغرفة دي زي على كأنها على جزئين كده. دي كده الغرفة الأولى. بتبص طبعا هنا على منور، المنور ده خاص يا جماعة، منور خاص بتاعك انت بيبص على المطبخ والحمام بتوعك. دي كده الغرفة الاولى. بعد كده هنا بيجي لنا الحمام الاولاني او نقول الحمام الصغير. ده كده الحمام الصغير اهو، وبرده في بانيو، بس طبعا هنا اصحاب الشقة ما بيستغلهوش قوي، كل الاستغلال بيكون للحمام اللي هو اللي هناك اللي انا هوريه لحضراتكم دلوقتي. ده ما بيستغلهوش قوي، لذلك حتى تلاقي البانيو مش مستخدم معانا. فده كده الحمام الاولاني. بعد كده هنا بيجي لنا الغرفة التانية، ودي تعتبر الغرفة الماستر او الغرفة الرئيسية بتاعت البيت. دي مساحتها تقريبا 4.5 × 4. دي بتبص يا جماعة على اتنين منور،
في كده منور من هنا، ده اللي هو المنور الخاص بتاعك، وفي برضو الناحية التانية المنور بقى التاني اللي هو يعتبر مشترك مع جار اللي هو من الشباك ده. دي كده يا جماعة الغرفة التانية والبارتيشن الأولاني أو الجزء الأولاني من الشقة. يلا بقى تعالوا نروح نشوف البارتيشن التاني أو الجزء التاني اللي احنا كنا دخلنا منه من الأول. كده راجعين اهو على الريسبشن، ده هنا الباب اللي هو اللي كان على اليمين، ده كده الريسبشن اهو يا جماعة. هنا كده دي تعتبر القطعة الرابعة. نخش بقى هنا كده على البارتيشن ده، نشوف معانا المطبخ والحمام والغرفة الثالثة. طبعا يا جماعة اللي على الشمال ده يعتبر المطبخ، بس بعتذر لحضراتكم مش هقدر اصوره لان في خصوصية حاجات كده خاصة باصحاب البيت مش عايزين ان هي تظهر معانا في الفيديو، فان شاء الله اللي هيجي يشوف على الطبيعة هيشوف كل حاجة بإذن الله. بعد المطبخ هنا بيجي لنا الحمام الكبير، ده كده الحمام الكبير اهو يا جماعة، مساحته حلوة، وهنا طبعا الغاز بتاعنا واصل، ده كده السخان بتاع الغاز والعداد بتاع الغاز موجود في المطبخ. ان شاء الله اللي هيجي هيشوف كل حاجة على الطبيعة. ده كده الحمام الكبير. بعد كده هنا بتجيلنا الغرفة التالتة، دي كده الغرفة التالتة يا جماعة. دي مساحتها تقريبا الصافي بتاعها حوالي 4.5 × 3، دي برضو بتبص على منور. دي كده الغرفة التالتة. نراجع مع بعض بقى البيانات مرة تانية كده بسرعة. الشقة مساحتها 150 متر تحت العجز والزيادة. الشقة 3 غرف وريسبشن 4 قطع على شكل حرف يو كبير، ومطبخ و2 حمام. الشقة في الدور الثالث، ثالث بلكونة بعد الأرضي. سلم العمارة كلها 4 أدوار وأرضي. الشقة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. بتبص على شارع 8 متر. الشقة عنوانها فيصل، جانبي من شارع المستشفى بين فيصل والهرم. الشقة مطلوب فيها 850 ألف، قابل للتفاوض البسيط. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.